عاوز رأي أخير، وهو أنا وصلت للختام فيما فعله الرئيس السيسي النهاردة حينما زار أختنا وبنتنا اللي تم التحرش بها في ميدان التحرير. إيه اللي وصلك في هذه الرسالة يا دكتور يونس؟ والله أنا سعدت جدا بهذه الزيارة، ولها دلالات يعني كثيرة. الدلالة الأولى هو مدى تفاعل سيادة الرئيس مع مشاكل المواطنين ومتابعتها، ونرجو أن يظل على هذه الوتيرة. فهذا التصرف أشعر المصريين أن الرئيس السيسي وجزء منهم يشعر بهم وعايش مشاكلهم ومتابعها ساعة بساعة. ده أمر يعني رفع من روح المعنوية للمصريين، وهذا تصرف حضاري قام به السيد الرئيس السيسي، ويدل على مدى ارتباطه بالشعب وشعوره به. وأيضا في إشارة يعني كلماته التي قالها للضحية يعني تنم على أدب جم وأدب رفيع، وكلمات يعني عندما تصدر من رئيس جمهورية لامرأة من عامة الشعب يدل على يعني خلق هذا الرجل، اللي احنا فعلا انا شهدت بذلك قبل ان يكون رئيسا، عندما خلطته في عدة جلسات، بل كل من يخالطه يستشعر ذلك، يعني يستشعر ذلك منه.